خرج الأصحاب رضوان الله عز وجل عليهم مجاهدين، فإذا الستة منهم يعتقبون بعيرا واحدا حتى نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم في يوم صائف ولا نعال، فجمعوا الخرق على أرجلهم يتقون بها الحر والصخر، فسميت الغزاة بذات الرقاع. إنها النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها، ولو كان في ذلك أذاها، إذ النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن يجد يجد، والنفس إن تعبت فربما راحة جاءت من التعب. خرجوا يوم بدر واشتدت العزيمة بعد المشورة، يوم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فإذا العزيمة في أوجها وفي قوتها، فإذا بقائل المهاجرين يقول: امضي لما أراك الله يا رسول الله، والله لا نقول ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وإذا بقائل الأنصار يوقظ المشاعر ويدفع المتردد إلى الإقدام وينبه الغافل إلى النصرة ولو كان الثمن النفوس، فيقول: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت، وأما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فامضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب، صدوق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وتنفرج أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل المذهبة ويقول: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم.